جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى بلد يبعد عن بلدها 100 كيلو متر من أجل الدراسة؟ لا تذهب إلا مع محرم، لا تذهب إلا مع محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها المحرم، ومئة كيلو أكثر من مسيرة يومين للراحلة. نعم.